والمرمى خالية جيجز، المرمى خالية جيجز، المرمى خالية جيجز، يلعبها إلى روني، روني عليه أن يسدد، هو يسدد الآن. نيوكاسل يستفز مانشستر، كيف ستكون ردة الفعل؟ هذه ردة الفعل، هذه ردة الفعل يا فليتشر، هذه ردة الفعل يا فليتشر، والله كأنكم تستمعون إلي، والله كأن صوتي يصل إليكم في أولد ترافورد. البرازيلي روبينيو أمام حائط صد مكون من 5 لاعبين وأمام بيتر جيك. في أي مكان في العالم عرضية فرصة الآن ورصية رائعة جول.
الباتسي الباتسي روعة 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 يا تيفيز روعة روعة واخر روعة يا باتسي هكذا هم التاكو هكذا مهاراتهم وهذا هو الباتسي السير وحدة بالكعب على طريقة مارادونا على طريقة الباتسي يا الله يا الله يا تيفيز يا الله يا باتسي هذه المرة لجاريث باري مرور جميل من جانب جاريث باري وعرضية وفرصة جول هدف التعادل يا فنلاند هدف التعادل يا فنلاند مروع هذه الكرة روعة 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 يا الله على هذا الأوفر ما هذا الجاريث باري هدف ثاني يا سير فعل الفنلاند فعل أستون فيلا روعة 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 هدف ثاني لأستون فيلا كيكسب حضر التمرير كرة جميلة هذا الباكيدا إنه من مانشستر لابد أن يكون موهوب إنه من إدارة السير افرح يا جماهير مانشستر افرح